شحال السلام عليكم. السلام اخي الله. قلنا الوضعية ديال السوق اليوم شنو؟ السوق غالي اخويا بزاف، كاين الثمن بزاف والفهم مبيوع مليح الثمن. كاين شي اقبال؟ كاين شي كاين اقبال بزاف كاع العاصمة سميتها. هي الفهم غالية بزاف السوق. شنو المشاكل اللي عندكم في هذا السوق؟ المشاكل كاينة في العالف، كاين بزاف ديال المشاكل كاينة. في السوار في العالف هنا في البيوع كاين شي مشاكل بزاف، ما كاينش خلوك شي تبيع وتشري. شنو المشاكل اللي تلقيتو هنايا في الرحلة؟ وا تلقينا بزاف ديال المشاكل. السلام عليكم. السلام. شنو المشاكل عندكم هنا خويا؟ خويا عندنا بزاف المشاكل ومنها خويا الضوء. اول حاجه حنا كنضوا دابا في التليفون، دابا كيكون الشريط ميل ولا شي حاجه ضروري خاص يكون البولاج، خاص يكون شي حاجه. وكاين المشكل الثاني هو المراحل العموميه، دابا لان خاص ضروري في السوق نموذجي خاص يكون المراحل عموميه. ما كاينش مراحل، ما كاينش الاناره، ما كاين النظافه، ما كاينش. وخا هي خاص دابا يكون لو السيرناج خاص يكون الراشد الماء، وخاص الغبره انت عارف، وخاص الغلا. كاين الغلا دابا بحال دابا كتكري دابا هذيك 5 متر على 5 متر وكتحلى ب 60000. شحال؟ 3000 درهم. 60000 3000 درهم باش كارينا باش كارينا. ودابا المشكل اللي كدير ثاني كتدخل اول حاجه كترجع ثاني تخلص الصنك 30 درهم على الراس. ومشكلة هو المشكل هذا الشهر ما كانش نوض ما كاينش والو، كان في واحد المسافه طويله عاد كنجيب الصاب ديال الماء ولا جوج. خويا واحد كريم في حق الفقير. مرحبا بلاش ناخذ معاك. كمل لنا السيدي شنو قلت شي. وهادو هما المشاكل اخويا اللي كاين، ولكن اول حاجه هو الضوء، خاص ضروري دابا السوق خاص يكون فيه الضوء ضروري. الاناره راه كتلعب دور في الدور. ما كاينش الضوء نهائيا. لا ما كاينش. الضوء اخويا اخويا خويا الدورة صوبوا خويا راه خدام مع رحمة البارح طالبوا بالدو واليوم راه جاو صحاب ليديك ركبوا بروجيكتوراج راه غيطلقوا. يعني خويا من هنا لغدا ان شاء الله غيقدر يكون الضوء عدد الناس هادو اللي طالبوا بالحق ديالو. حنا كنديروا الاجراءات ديالنا. شنو الخدمة ديالكم هنا في السوق؟ الخدمة ديالنا احنا صحاب الصنك تنحذو السوق، يعني المشاكل ديال السوق اي حاجه بزاف د الحوايج. حنا مع الفلاح، حنا واحد الناس سلميين داوين معاك طريقه سلميه. وخونا انت مرحبا، تحيه خاصه وليدات البرنوسي ودوار مولي حياة درب. دوار الطيبة شنو خليت يقول لك؟ جايب لك الحوالة هنا بخاطر دوار مولي حياة. بالنسبة للناس اللي باغين تشوفهم كيفاش يقلبوا الحوالي، كيفاش يعرفوا الحجم؟ تسنى أول حاجة القلب ديالو، هاتني القلب تقليبة وبزاف ديال الحوايج كيقلب تاعها ديالها واش واصلة ولا لا. ويدن كاين شي مليح هذا العام؟ كاين مليح موجود ولكن كاين الثاني. شحال زايدة في السوق؟ شحال زايدة في السوق؟ زايدة 20000 ديما على ذاك العام. 20000 نزول. 20000 علاش تزاد هذا العام؟ كاين ال1000 غالي وبزاف ديال الحوايج، ال1000 غالي وما كاينش. خايت هذا المقبره هذاك تجيبها ب 3000 ريال، خايت شي منظر 28 ما كاينش حول كي ولا 60000 70000. شحال هاد الصغيرة كنطلب فيه 48 48 هذا 48 هذا كنطلب فيه 76 درويش يعيد هذا العام؟ كلشي يعيد، درويش يعيد وغني يعيد. ولكن كنشوفوا اثمنة خيالية واخا كاين الثمن، كاين غير مديوس هي غتدخل
درهم 3 يعني الثمن ما غاديش يطيح هذا العام ما غاديش الثمن لا غيزيد الرشافة باش اللي سولنا عليه غيزيد الرشافة الثمن السلعة غيزيد تزاد كاع السلعة السعر قليلة بزاف في السوق ما كايناش السلعة هادي